السلام عليكم، صباح الخير. اليوم نحن في اليوم الرابع في مدينة كانساس، ولاية ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الآن في الطابق 33 من فندق شيراتون في مركز المدينة. جئنا إلى هنا قبل 4 أيام لحضور مؤتمر ICC، اللي هو International Conference on Communications، سنة 2018. هذا المؤتمر السنوي تقريبا هو يعتبر أكبر مؤتمر في مجال الاتصالات وبحوثه على مستوى العالم. كان هناك 8000 بيبر تم تقديمها إلى هذا المؤتمر، تم قبول 970 بيبر فقط من عندهم. وهذه الأيام الأربعة، يعني كنا الأيام الأربعة السابقة، أو بالحقيقة ابتداء من يوم 20/21 واليوم 22/5/2018. باكر عقبه إن شاء الله هم راح تكون جزء من المؤتمر. كثير من البحوث الجميلة. المدينة طبعا هنا أنا مثل ما تلاحظون فلات، يعني منبسطة جدا، بخلاف مدينة ناكسفيل اللي أسكن بها حاليا، اللي هي هيلي مثل ما يقولون، يعني مليئة بالتلال. إن شاء الله تجيكم يعني تقارير مفصلة عن المدينة بعد ما ربنا يسهل إن شاء الله ونرجع يعني لمدينتنا. كثير من الأمور اللي تستحق الذكر يعني والاهتمام، إن شاء الله راح نسولف عنها إن شاء الله في فيديو مستقل. اليوم طبعا في اليوم الرابع، يعني أول مرة أشوف الشمس طالعة. يعني الأيام السابقة كانت ضبابية وممطرة، على الرغم من إنه إحنا في فصل الصيف. مدينة أكثر رطوبة من ناكسفيل، أبرد بقليل يعني، وفرندلي يعني لحد الآن، كل شيء تمام وإن شاء الله خير. يلا أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة.